بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور أحمد صبري، استشاري القلب. النهاردة أنا اتسألت كام سؤال كده، يعني واحد بيسأل يعني إيه ذبحة صدرية؟ الذبحة الصدرية دي عبارة عن قصور في شرايين القلب، القصور في الشرايين اللي هي بتغذي عضلة القلب، واحنا بالترم بالانجليزي بنسميها اللي هي الاكيوت كورونري سندروم. يعني فيها دي وايد رينج، يعني مجال واسع جدا للقصور، من اول الضيق البسيط لحد ما بيبقى توصل للجلطه، وان هي يبقى في انغلاق تام للشرايين. دي بكل بساطه اللي هي الذبحه دي، يعني لسه الشريان ما اتقفلش، في قصور في الشرايين يؤدي ان الدم اللي وصل عضله القلب مش كفايه، وهو ده اللي يعمل الالم ويخلي العيان يحس بالاعراض بتاعه الذبحه الصدريه.